برعاية سمو الأميرة بسمة بن طلال، افتتح في العاصمة الأردنية عمان البزار الدبلوماسي، والذي يقام سنوياً دعماً لمبرة أم الحسين لرعاية الأيتام. شهد البزار مشاركة واسعة من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الأردن، والتي عرضت أهم المشغولات التراثية والعادات والتقاليد التي تخص هذه البلدان، لتعريف الزائرين لهذا البزار بتلك العادات، ولتعكس صورة هذه البلدان أمام هذا التجمع المهم. معظم المعروضات هي أدوات معمولة باليد في من منغوليا، منجيبها مشان نعرضها ونبيعها لأجل البزار. هذه المشاركة عبارة عن تبادل ثقافي أساساً، وإحنا سنوياً نحرص على المشاركة. يعني هذه مبادرة بحرينية للتعاون مع جميع الدول المشاركة. نحرص دائماً نشارك كل سنة بالمنتجات وبالأشياء التراثية وبالأكلات التراثية اللي يحبها طبعاً الجمهور، ويسعى أنه هو سنوياً يزورنا في هذا الركن. مثل ما شايف أخي العزيز، يعني عندك مجموعة من الثقافة السعودية، مجموعة من التمور، مجموعة من اللبس النسائي، يعني مثل ما تقول في عندك نوع من البهارات، مثل ما شايف يعني التمر ما بقى منه شيء، أنواع من التمر الإخلاص السكري، أكثر من صرف موجود، عندك أنواع من الأطياب، العود الفاخر. شارك العراق بجناح ضخم كان محط إعجاب الزائرين، حيث عرضت فيه أهم المشغولات اليدوية والأزياء وبعض الحلويات التي اشتهر فيها العراق. بزار كلش حلو، يجمع كل الدول وكل السفارات اللي بالأردن، ومن أحلى البزارات للصير. أنا عارضة السيراميك العراقي اللي هي أشياءنا التراثية، هي كل الموجودات التراثية، فمثل ما تشوف يمكن إحنا أحلى جناح بدون تحيز. مشاركة الجناح العراقي تكون حلوة، لأنه أكثر شيء نتابع الأشياء التراثية العراقية، مشغولات اليدوية، وأكثر الموجودين الفنانات العراقيات متواجدين حاليا كلهم بعمان، فدي هذا يقدمون أشغالهم بأعمالهم العراقيين، خاصة المغتربين العراقيين والأردي عايشين بعمان، هم كلهم من يجون يتفرجون وينتقون الأشياء اللي موجودة، خاصة الأجانب هم أكثر شيء يحبون الأشياء العراقية. كل سنة أجي للبازار وأحب الشغل اليدوي كلش، فهالسنة هو أصلاً كان الاشتراك مميز إنه عن التراث العراقي وطاولة المهر العراقية. أوكي، فهلا إحنا من هاي الثيم، أنا يعني دائماً أحب أستوحى هاي الأشياء، فبديت أول فكرة إنه بديت إنه أشتغل صواني المهر اللي هي البزورات أو صواني سبع يسموها صينية البخت. أوكي، فعلى الأساس بديت، وبعدين بديت أتفرع، معناتها لوحات مري هيك شغلات يعني، ومش الموضوع يعني. الجناح العراقي فيه منتجات كثيرة حلوة ومشغولات كثيرة، والصحيح يعني العراق ما يعني ثري بالشغلات الأثرية، الشغلات المطرزات، فلفت انتباهي بعض من المشغولات اليدوية اللي بتقوم فيها الأخت، ما بعرف اسمها، بس سألتها عن شيء إنه هل أنتوا ريعوا هذا المنتجات لجمعيات أو لمؤسسات؟ قالت لي لا، احنا بنعملها زي نوع من الفن اللي أنا بعمله شخصي. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.